هذا اللي ما كنت حيكسر حسابه. اسمع بابا، باختصار شديد السيارة شطبت بنزين وأنا مقطوع بنص الشارع. بك بك عايف لي فيها شمين بنزين؟ كان لازم تقول لي ما فيها منوب، مو فيها شوي. الله يوفقك الله يوفقك. طيب مو على أساس كنت بدك تعبيني؟ إيه بدي أعبي. ليش أنا لحقت أصل ركازية ما وصلت خلص البنزين؟ عصايمة طبيعية منو؟ نوبة طبيعية. الله الله لك، انت شو صار فيني؟ يخرب بيتك لك، شو هاد؟ اكيد منا هاي. الله، انا هذا اللبس اللي بعرفه. لا مي طبيعية منو هاي العصاي؟ منو مي طبيعية؟ بروح بجيبها عجام، بروح بجيبها. والله ما بعرف، بجوز اكون استفيد منها. هيك هيك انا عم بنتظر، خليني اجيبها. خرب بيتك من حالك، ما عم طالع شيء، حتى ما غيرت لبسي. كيف من شوي قدرت تعمل؟ الله، طلعت شبه بروستي تماما تماما. هي كيف رح نستفيد منه؟ عجب رح تقدر تصلح لي السيارة؟ خليني اجرب. تعينا نشوف على السيارة، تعينا نشوفها، تعينا نشوفها. تمام اوكي، بس هالمرة بدون اشعة لانه السيارة هيك هيك خربانة ما بدنا نحرقها. تمام. اه بس لو تشتغل السيارة هلا. الله يخرب بيتك من حالك. لحظة لحظة، في صوت. السيارة عم تشتغل، السيارة شغال، السيارة عم تدور. والله السيارة اشتغلت، لك المحرك عم بدور، انا سمعان صوته. يخرب ذوقك، لك كيف شغلتيها للسيارة؟ لا هي العصاي مي طبيعية منوب. انا مع ذلك بدي اتاكد، بدي اتاكد بس كيف. بس تمام، لسه في المصاري بدي اروح اجيبه من عند خالتي. تمام. آه لو كنوا المصاري هون الله وما تعذبت ورحت وجبتهم. يخرب ذوقك، لك كل شوي بتطلع شعاع هيك. تمام اوكي، بس وين المصاري؟ ماني شايف شي انا. تمام. لك مصاري، والله هدول ان المصاري. لا مو طبيعية منوب هاي، لك السيارة شغلتها والمصاري قدرت تجيب لي اياهم. لك هاي كنز حقيقي، هاي كنز حقيقي. انت شو؟ انت شو؟ يخرب بيتك يا عبادة، شو هالوقت اللي بعد فيها؟ لك بمشي بمشي ما عاد بعرف اصلا، لك ما في كرب عم بعدي، شو هالطريقات؟ الله يخرب ذوقك يا ام عبادة، كله من تحت راسك، اعطي السيارة اعطي السيارة. الله يوفقك يا عبادة. لا هي لازم اخذها على البيت واروح انا، بدها جلسة تفكير طويلة. بس اول شيء في شويه اكلات ومشروبات وصوني عليهم، خدوج ومجوده، روح بجيب لهم اياهم. ولا ليش روح جيب لهم اياهم ما دام العصاي عندي وعم تحقق لي كل شيء بدي اياه؟ انا شو كنت تمام. لو كانوا اكلات ومشروبات وصوني عليهم مجوده وخدوج هون. يخرب بيتك يا شعره بطاريه. الله الله، الاندومي وكل الاكلات وصوني. الله اكبر، لا انت كنز حي، كنز حي، انا رايت كنز. على حسب اللوكيشن عم بيعطيني هون بهي المنطقه. وينو؟ ها يخرب بيته، يخرب بيته من الداخل. لك هلا عم شغل السياره. عباده 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 عبادة عبادة، وقف عبادة عبادة عبادة، وقف قلبي يخرب بيته. يتصل علي ما عبرد الحقير، ما عبرد الحقير، يخرب بيته من حاله.
شنو بدي اصلوا انا هلا؟ لك لك ما في كلب عم عدي هون. الله لا يوفقك يا عبادة، لا انت ولا امك. ام عبادة، ام عبادة اليوم الطلائق على ايدي، الظاهر بدي ارجع بشوف، ما في غير هالحل. وليك منيح ما في حدا. لك انا لسه بحط اللبس، حدا يشوفني كيف انتبه. في صوت على الباب، مين جاي؟ وليك انا انكشف، انكشفت شو عملت؟ مين جاي؟ هذا انت؟ شرفت؟ يخرب بيتك من حالك، خربت السيارة. ابوك في احتمال يبيع اعضائك كمان. عم بقول لك صحيح ابوك وينه؟ نعم بابا. شو قيمت؟ ولك شو قيمت؟ مو انت اتصلت عليه قلت له السيارة خربت؟ نزل عندك على هذا اللوكيشن بعثت له اياه، صح؟ انت شلون جيت؟ شلون جيت؟ جيت بسيارة. بالله لا فحيح طالع لعمامك، بعرف السيارة، صلحتوها انت وابوك يعني؟ لا انا صلحتها وجيت لحالي. الله يخرب ذوقك، ما ابوك اجى لهنيك. عجب وين صار؟ خليني اتصل عليه وين تليفوني؟ لك انا شو دخلني؟ لحظة، كيف ما شافت تبسي؟ وما انتبهت علي؟ مين؟ مالك ملاحظة شيء؟ طالع علي؟ ما عبرن على شو بدي اكون ملاحظة يعني؟ لك شلون بدنا نفهم هاي؟ لبسي طالع علي منيح. شبه البلوزة البريطانية جبت لك اياها وما كانت عجبتك، ما عدت اشتحتها بعين كثر قلبك. البلوزة البريطانية؟ انا هلا لبس البلوزة البريطانية. هلا خلصني، وين المصاري بعت لك تجيبهم؟ لحظة هن معي. كيف هيك؟ كيف ما انتبه على لبسي؟ معقول ما له مبين؟ لا انا ما عدت فهمت شي منه. لحظة، ولا انا ليش تعطيها المصاري؟ ما دام هي بتحقق له منيات. الله لو امي تنسى المصاري ويبقوا لي بس. لك انت شو جايبني لهون؟ انت ليش كنت عم بدور؟ انت ليش واقف هيك؟ الله نزل. امي كنتي عم تساليني على السيارة ابوي اللي راح. لك ايه صح ابوك، خليني ارجع اتصل عليه. ايه اتصلي وهو المطلوب. انت كتب بدل ما عبالك انه ما راح تندم لا تخاف. ها شرف الافندي عبادة، وين الاكلات وصلناك عليهم؟ ايه ولا كمان عبادة المشروبات وصلناك عليهم وينهم؟ ليكن معي بس طلعوا هلا، لاحظوا علي شوي. انا هلا ايش لابس هلا؟ طلعوا علي. يعني شو رح تكون لابس؟ البلوزة البريطانية اللي ما عاد تشلحها. لسه عم بقولوا البلوزة البريطانية. لا انا ما عاد فهمت شي. منوب لك مجودة؟ شو بعبادة؟ انا بعرف طلعوا يمكن. انا لحد الان ما فهمت شي، كيف ما عم بقدر اشوف لبسي؟ معقول لبسي انا بس بقدر بشوفه؟ ولا في شي لسه عم تقول لي تعملني انا ما عرفته؟ انا لسه بدي اتاكد من شغله واحده بس، لازم اتاكد منها فورا. انا هلا هون لحالي، كيف رح اسبيه انه انت عصا سحريه؟ كيف بدي اعرف انت شو قصتك؟ شو حكايتك؟ عبادة وراك. ولي انا ما دخلتيها. ولي عبادة وينه؟ بسرعه. هو فوق على السطوح، طلع لفوق. فوق هو، ممتاز، لاني بدي اشرفه من فوق تحت وانت راجع لك بس خلاص منه. قولي انا اليوم طلقت. طيب اذا كنت فعلا عصاي سحريه اسديني هذا الشيء وضاري اي شيء.